مرحبا بكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على موجات راديو ميد. باش نرجعوا بطبيعه والموضوع الحدث اللي كل يوم نحكيوا عليه وكل يوم تخرج فيه معلومات جديده وتخرج فيه اخبار جديده، وديما نحاولوا بطبيعه نتاكدوا ونوضحوا الصحيح من غلط. بين امس واليوم تقريبا زوز حاجات تم تداولهم وحديث عليهم برشا. الخبر الاولاني فيما يتعلق بالفيروس كورونا، حديث على دواء موجود في تونس ينجم يكون اليوم علاج للفيروس هذايا جاء في تدوينة هبطها طبيب تونسي مختص وهو أستاذ في أمراض القلب والشرايين في مستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا، سي الدكتور فوزي عداد، اللي يقول أنه ثم دواء اللي ينجم يقينا اليوم من فيروس الكورونا وموجود في تونس. زاد كيف حديث على الحكاية الأقنعة هذه الطبية مدى فعاليتها وجودها في الصيدليات المركزية اليوم ولا تقريبا في كل الصيدليات مفقودة لأنه الإقبال عليها كبير. وزارة الصحة تقول أنه اليوم راهو اللي ماهوش مريض ما عندوش معناه مش لازم يحط الأقنعة هذه وما عندها حتى فائدة. شنو الصحيح من الغلط من المواضيع ومن الأخبار هذه الكل باش نزيدوا نعرفوا أكثر بطبيعة من أهل الميدان؟ ذلك علاش اتصلنا بسرياض دغفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية. مرحبا بك سرياض. مرحبا بيكو، مرحبا بكل مستمعين راديو ميد. شكرا ليك فضلك. باهي نبداو الساعة الحديث قبل كل شيء على حكاية الدواء هذا، الدواء اللي قالوا موجود في تونس اليوم والأسعار نتاعو وزاد كيف منخفضة ماهوش غالي وينجم يكون اليوم اللي ما لقاوهش في الصين موجود بتاتر في تونس، الله أعلم. شنو صحيح من الغلط سيريا؟ الدواء هذا هو راهو الكلوغوكين، قديم معناها ورخيص، وهو يستعملوه في جوج حاجات، فما الباليوديزم وفما زاد امراض نتاع برد نتاع روماتيزم، معناها البولي ارتيت روماتويد ولوبوس اريتيماتو ديسكويد، معناها هو يستعملوهم بكري وراهو مش حاجه جديده هذه نتاع الكورونا فيروس. بكري لقاو كونه افيكاس، معناها عنده مفعول ان فيترو، معناها مش عند العبد تمنى البرا، عند ينجم معناها ياثر على الكورونا فيروس وقت اللي صار السراس بكري، الانفكسيون نتاع السراس اللي هي قديمه وجات بالكورونا فيروس. واما ما استعملوهش وقتها. المرة هذه كيف جات الكورونا فيروس أبيتي يتبدل ولا نوع جديد ولا عنا الكوفيد 2019، جربوا برشا دوية، تراو جربوا أنتي فيرو رمدازيفير هذا اللي هو عنده مفعول أما غالي برشا وما يكفيش. شنو اللي الكلوروكين شنو اللي عنده باهي زايد؟ تنجم توقف المرض، معناها احنا تو كيقولوا المرض سلطول اللي يمثل الروالي هو اللي بيه الفائده تو، خاطر المشكل الكبير نتاع الكورونا فيروس هو الروالي. دونك هو يجم يوقف المرض، يجم يحسن حاله الروالي، العبد يولي نيجاتيف فيسع معناها على الفيروس، ينجم ينقص برشا في طول المده نتاع المرض ورخيص برشا. برشا معناها تو كي تحسب انت باش ياخذوا 500 ملي جرام 500 ملي جرام في النهار بمده 10 ايام معناها ما حكايه فارغه، معناها ما يتكلف حد شيء. السوم نتاعو رخيص. اسكو الدواء هذايا مثلا واحد باش ياخذ احتياطاته ويعرف روحه اللي هو مثلا عنده، ما احنا يقول الفيروس هذايا يشكل خطر على الناس اللي تتكيف وعندها مشاكل في الرواري، دونك يقول لك انا باش نحتاط، اسكو نجم يمشي للفارماسيه ياخذها ولا لازم يرجع بوصفه طبيه ولا كيف؟ لازم وصفه طبيه ويلزمش زاد العباد تبدا هيجه شويه على الكلوروكين حتى اللي يفرغوه وقت اللي واحد باش يستحق له ما يلقاش. نمشيو بشويه اللي ما عندوش المرض راهو واش باش يعمل له هو؟ سي با لا بروفيلاكسي، معناها كي تاخذ الدواء مش باش يجيك الفيروس. هو مش للوقايه، هو وقت اللي يتصاب العبد بالفيروس يوقف المرض. بالضبط، هو مش للوقايه، وان بلوس راهو لليوم تو لحد اليوم ما فما حد شيء اوفيسيال يقول لك راهو الميديكامون هذا ريكوموندي باش يداوي الكوفيد 2019. تبقى توك اللي معناها ليزيتيود اللي تعملوا الكل يوريو اللي هو احسن ما فما اليوم. خير برشا جربوا راهو تامي فلو، جربوا انتي فيروس ريتورنافير هذا، جربوا انتيبيوتيك اخرين سيفتريكسون موكسيفلوكساسين شيء معناتها هو معناها الكلوروكين هي اللي عطات مفعول بالكدا وهي معناها اليوم اللي هي ينصحوا بها باش نداويو المرض هذا. دونك ما عنده حتى فايده انك تمشي تشري من الفارماسي وانت انسان لبسنا عليك، واحنا باش نوعيو الناس اللي تسمع فينا على خاطر توا بعد ما كيما قلت انت بعد ما تذكر الاسم نتاع الدواء هذا كيما صار في الاقنعه الطبيه باش تصير توا نعبد الكل تمشي تشري. دونك اليوم معناها انت حتى
لقدر الله لقدر الله وبعيد الشر إن شاء الله إذا تسجلت إصابة وبطبيعة باش يكون اللهوة بها في مكان خاص وفي حجر صحي، معناه استخدام الدواء هذي يصير من الطب ولا الإطار الطبي اللي ليه بالحالة هذيك. أنت ماكش وحدك باش تاخذ دواء والدواء يروح ما هوش طويل الدواء ليه معناه هو دواء برشا تو كيقولوا يمكن عن طريق تدليك هو شويه مي سيفري يقول لك هذه يمكن المرض ريسبيراتوار لا بلو فاسيل اي لا موان شير انا ارخص واحده واسهل واحده اللي نجموا نداويوها. ايوه فهمت معناها ما نلزمناش نلهف على الدواء هذا اللي يولي ما عادش موجود هكيك على حكايه فارغه من بعد الناس باش تلوحوا. بي توا كيقول القايل توا احنا الدواء هذايا معناه موجود في تونس وعنده قدره على ايقاف المرض، علاش ما تمش استخدامه في الـ في الـ في الدول اللي تسجلت فيها حالات الاصابه والا تم استخدامه ولا ما يتوزعش في كل الدول؟ بداوا في الشين بداوا وفي فرنسا توا معناها قاعدين حتى اوفيسيلمون مازال راهو اوفيسيلمون توا انا طبيب كان مش نعطيه المريض يصير له مشكله مازال معناها اسكو عندي الحق ولا مازال اوفيسيلمون مش ريكوموندي بور باش يداويو الكوفيد 2019 تبقى توا ما عندناش وقت باش نضيعوه باش معناها فما ايبيديمي خاطر في العالم معناها الحالات لازم نداويها فيسع فيسع ولقينا لحد الان هذا احسن دواء في الشين بداوا وفي الشين راهو عندهم 80 دواء يجربوا فيهم توا اللي اكتوالمون معناها قاعدين في التجربه. ايوا دونك من بين الدواء هذايا عندنا عن المعلومات هذه عن تجربه مش كلام هكاك نتاع فيسبوك. لا هذا قاعد يعطي في مفعول به معناها هذا تو كل ماما سامر ستريبيا الشين معناها عاطي مفعول هيليس برشا قاعدين يبراو معناها بصفه سريعه جدا. باهي نجيو توا لهالاقنعه الطبيه سي رياض، ثم عباد تقول لك انه التوا هو خاطر معناها كي نشوفوا احنا التونسي المواطن عادي ما يفهمش بتاتخ برشا في طريقه استعمالهم، هو ثم زوز انواع، ثم القناع يبدا ابيض وثم الازرق، ثم اللي يقيك انت اذا كنت مصاب يحمي الناس اللي معاك عائلتك من الاصابه، وثم القناع اللي يحميك انت من المصابين اللي معاك في معناها في العائله ولا المحيطين بيك. التوانسه اليوم ما همش فاهمين حكايه الاقنعه الطبيه هذه، هل اليوم معناها خلينا نوضحوا لهم وانت ولد الاختصاص والمجال هذا والقطاع هذا، خلينا نوضحوا لهم طريقه استعمال نتاع الاقنعه نتاع هذه وشنو الفائده نتاعها، وهل اليوم تنجم تقي من الاصابات الاصابه بالفيروس هذا اذا كان في المحيط نتاعك عم تكون مصاب؟ الاقنعه اون جينيرال هو باش ما يجيكش نفس ولا معناها التبزق نتاع العبد اللي قدامك، فهمت اللي ينجم يعدي به الميكروب. تبقى راهو ما ننساوش الميكروب مش باش يتعدى بذاك برك، ينجم يتعدى من اليدين، يتعدى برشا حاجات اخرين، معناها كان باش نحطوا الماسك هذاك ونقولوا الحمد لله معناها تهنينا، لا يلزم ديما واحد ينظف يديه ويلزم يغسل بالصابون ديما، معناها فما برشا حاجات مش القناع بركة. القناع راهو حاجه من برشا حاجات. كان شيء ما عملنا وما نبداوش نزربوا في القناع خاطر توا مازال ما عندناش احنا حالات. ما يلزمش العباد تولي بانيك ويشريوا في القناع ولا لكم عندنا حتى شيء. والقناعات معناها في بلايص معينه ماهوش واحد يجي يقول لي عايش بهم، ماناش في الشين مازلنا احنا ما عندناش الحاله هذه. بشويه بشويه ان شاء الله تو الدنيا باش تدخل ان شاء الله معناها ريبركسيون نتاع الابيديمي باش تنقص. فوالا هذه بربي المعلومه هذه سي رياض معناها صحيحه انه الفيروس هذايا وانتشاره وتاثيره على الجسم عنده علاقه بدرجات الحراره؟ هو تو قلت لك حتى شيء لا هو ثابت خاطر هذا جديد لا ميوتي ولا جديد. تبقى في العاده هكيك في العاده لي زانفيكسيون فيرال هذوما مع السخانه يمشيوا على رواحهم، مكشوف انت الجريب ما تجيكش في الصيف، فهمت الابيديمي تاع الجريب ديما يجيو في الخريف وفي الشتاء وبعد يمشيوا على رواحهم. ايوه ان شاء الله تصير هكا، واحنا المشكل كبير هذا جديد دونك ما عندنا الانسان ما ماهوش في بدنه ما عندوش دي زونتيكور ضده حتى حد لا عنده بيسكو هو جديد. عليك الابيديمي صارت فيسع فيسع خرجت فيسع فيسع خاطر اي واحد مش تجيه الفيروس يجم يعمل مرض. فهمت؟ اما دونك واحد يعمل يرد باله وكهو ما ناش في تونس لحد الان لابروف ما عندناش حتى كهو. باهي توا مثلا انا حتى في بعض المواطنين ساعات حتى ومن العائله زاد يسالوا يقول لك انا كيفاش مثلا اذا كان ثم اعراض معينه نعرف روح بهم، بعيد الشر نقولوا ديما هكا كلام نعرف بهم اللي انا مصاب. انا مثلا شفت لحد توا ما شفناش علامات بارزه على الانسان وقت اللي يعرف روحه اللي هو مصاب ابار درجه الحراره.
تو مثلا ثم مؤخرا فيديو تم تداوله برشا حكينا عليه احنا امس نتاع نائب وزير الصحه الايراني اللي اعلن مؤخرا على اصابته بالفيروس. كان يتعرق كان معناها يمسح في العرق نتاعو تحسوا ثم ارهاق كبير معناها شنو مثلا الاعراض اللي العبد ينجم حتى يشك شويه باش يمشي ديريكت يتصل كسوا بالرقم الاخضر اللي في وزاره الصحه والا يمشي معناها اللي اقرب طبيب ينجم يشوف الحاله نتاعو بالضبط. هو اول حاجه لازمنا نقولوها كونه عبد تو عايش في تونس عمره لا خرج للخارج وما عندوش واحد جاي من ايطاليا ولا مشين جاي حذاه للدار ولا حاجه ما عنده علاش باش يجيه الكورونا فيروس فهمت يلزمنا ساعات تو سيرياض تم تسجيل حالات ما عندهم حتى علاقه باشخاص جايين من الصين ما الكل هم اللي جاوا من كل فيهم كي تبعهم تلقى وانا فما وراهم حاجه ما جايش كون قاعد كي طلع له الفيروس مش يجي الفيروس مو فما عدوى العدوى منين جات فهمت معناها يلزم تبعوا منين احنا تو كي يجي واحد كان في ايطاليا ولا كان في الايران ولا كان في الصين ولا وجاوا مثلا عنده شويه سخانه وعنده شويه كحه وبدا يلهث شويه بس ما يتنفس وقتها هو خاطر الفيروس هذا يمس الرواري فهمت يهبط لوطه ايوه يهبط لوطه مستوى القريب تقعد برشا الفوق تقعد في الجراجم وكل هذا يهبط لوطه يهبط للرواري دونك كي يحس الرواري يتمس وقتها يمشي معناها يعلم معناها درجه الحراره كتعرق برشا وكلها ثياسر ونفس لا بس ما يتنفس معناها عنده مشكل نتاع تنفس وقتها يلزم يعلم عليه فهمت وكيما قلت لك معناها خاصه نشوفوا العباد اللي كانوا في البلايس نتاع ايطاليا ولا كانوا في البلايس اللي فيهم ليزانفيكسيون هذوما. بالنسبه كسوا ما نعرفش انا الادويه ولا الاقنعه هذه اللي حكينا عليهم موجودين بالكميات الكافيه في تونس سرياض والا لا؟ لانه الحديث اختلف ما بين في الموضوع هذا. الفريق في وزاره الصحه لاعلى مستوى كلهم خدموا بكري تو قاعدين يخدموا اوروزمون احنا من الاول بدينا نخدموا في تونس وهما مختصين في هذا وخدموا وحضروا كل شيء معناها تنجم نقول لك اللي في الحكايه هذه حاضرين ما عندناش مشكله الدواء بون هذا الدواء خرج جديد معناها اللي مش هو خرج جديد اما الفكره نتاع استعماله في المرضى هذايا جديده اما عندنا في تونس عندنا بزايد راهو ما فيش حتى مشكل ان شاء الله ما تصيرناش احنا توك بور لو مومون بعاد شويه ما صارنا حتى حالة إن شاء الله ربي يحمي هنا نعسه وكهو معناها فهمت إن شاء الله ربي يحمي تونس وإن شاء الله ربي يبقى علينا الستر وإن شاء الله هو ثم إجراءات بسيطة فقط المواطن يأخذها ويرد باله في الحالات هذوما نتصور أنا كسوة وزارة الصحة وإلا كل المعنيين بالموضوع هذا واخذين الاحتياطات اللازمة ثم إجراءات قاعدة تصير على المعابر الحدودية وفي المطارات وفي المواني دونك إن شاء الله ربي بعد علينا وما ننساوش السائل راهو اسهل حاجه ساكن نبداو بها هي كل ما واحد ما عادش يسلم بالبوس يبعد شويه مشكله في البوس احنا التوانسه نبوسوا برشا مولدين بالصابون ديما اللي عنده انتيسبتيك طوميو وحتى اللي ما عندوش يغسل على الاقل اقله هو معناها فهمت حاجه سهله حاجه بسيطه تبدا في السبيطار تبدا في حاجه هي البلايص الكل اللي فيهم برشا عباد وملمومين واحد يرد باله وكهو ان شاء الله ربي يسترنا يعطيك الصحه شكرا ليك سي رياض يعطيك الصحه على المعلومات اللي قدمتها لنا مدير عام المركز الوطني لليقظه الدوائيه